مشاهدينا، مهما أبحرنا في كل الفنون لابد وأن نرسي لنستمتع في محطة الشعر وسماع سيمفونيات الشعر والإنشاد. نرحب بضيوفنا الشاعر فيصل العتيبي، ونرحب أيضا بالمنشد راكان القحطاني. حياكم الله ونورتونا هني في استديو مسائي. الله يحييك، ولنا الشرف وانت شرف والله. الشرف لنا أكيد. لابد أن نسأل أول سؤال عن الشعر. أكيد، شنو هو الشعر اللي تحسون أنه أقرب لأحاسيسكم وأقرب لمشاعركم؟ أكيد وإحنا كلنا عارفين أن الشعر أنواع، وقد يكون هناك شعراء يعني يميلون إلى نوع من أنواع الشعر، وقد يكون هناك شاعر ملم في جميع الأنواع. أنت بالنسبة لك فيصل، شنو هو نوع الشعر اللي تميل له أكثر؟ أول شيء مسي عليك أختي دانا، ومسي على المتابعين من خلف الشاشات. سعيد بتواجدي اليوم في برنامج مسائي، البرنامج اللي نحبه ونعشقه ونتابعه. شكرا لك. بالنسبة للشعر، يعني أنت تقولين أحاسيس وما أحاسيس، الشعر أنواع، لكن احنا يعني كشباب، يعني انا اعد نفسي من الشباب، يعني الشعر العاطفي. نعم. هذا له قبول عند المتلقي اكثر. في قصائد مدح، في قصائد وطنيه، في قصائد يعني حزينه، في قصائد، بس العاطفه له قبول. نشوف فيه متلقي، شوف متابعين بتويتر او جميع مواقع التواصل الاجتماعي عليه طلب. فانا اكتب لي بيت ولا بيتين ولا ثلاث ابيات غزليه، وأشوف والله متابعينها والردود عليها مثلا فوق 60-70، وأكتب لي بيتين وطنية وأكتب حزن يجيني ردود عليها 3 مني و3 و4 مني، ماكو فايدة. أنا راح أميل اللي عليه طلب. فهذا هو اللي حاصل الحين. القصائد العاطفية لها مكانة ولها حضورها أكيد، ولها ردود أفعال كثيرة، لكن أكيد أنت يعني تمشي على حسب ما الناس يبون. أكيد. ذوقك أنت وين؟ ذوقي أنا مع الناس. أنا ليش أنا أكتب؟ ليش أكتب؟ مشان الناس. فأنا أكتب أشوف شنو، يعني الشاعر يحب يكون له جمهور. ما في شاعر يقول والله أنا أكتب لنفسي، لا، يعني كل ما تكون عنده كمية كبيرة من الجماهير يشوف وين الجمهور هذا. بعد أبي شنو الجمهور، شنو يبي الجمهور. صحيح. انا امشي على راي الجمهور وامشي على رايي. صحيح، لكن الجمهور ساعات صعب انك ترضيه. لا لا لا، تقدرين ترضيه النسبه الكبرى ترضى، بس طبعا يقول مرضي الناس شايد. فهذا صحيح، يعني احنا نمشي مع على شنو الجمهور يبي، يعني وفي نقد وفي هذا، لكن الاغلبيه نقول، ما نقول كلهم طبعا. نعم. راكان، بالنسبه لك انت شنو الشعر اللي تحس انك اقرب له؟ والله انا افضل غزل. الجمهور كله يطلب الغزل. نفس الاجابه؟ لا، انا من اول اصلا اجابتي لو ترجعوا للشيلات اللي شليتها كلها اغلبها يمكن 99% غزل. لان هذا مطلب الجمهور. الكل يحب، الصغير يحب، الكبير يحب، الشايب يحب، العجوز تحب. فالغزل هو مطلب الجمهور. واتوقع هذه مشكلتنا ومشكله الشعراء كلهم، الحب. هو لازم، هو اللي ما يحب حتى لو من خيال، يعني على فكره مو شرط انه واقعي. اكيد طبعا، اكيد من خيال يصور. انت بتكتب القصيده هذه من خيال، يعني تصورها في واحد يسمعها عايش قصه واقعيه، صح، تكون قريبه منك. اي، انت الحين ريحته وسمع هذه، قال هذه تحكي معاناتي، تحكي معاناتي مع العشق، مع الحب، مع هذه. صح. فانت كتبها من خيال. صحيح. فانت استفاد منك، هو في كل الحالتين مستفيد. اكيد طبعا. فيصل، دائما ما نشوف ان هناك شعراء حين القائهم للقصيده نفسها يحبون انهم يمزجون معها مؤثرات صوتيه، هل انت مع هذا الشيء او لا؟ مؤثرات صوتيه اللي هي الخلفيه القصيده. والله شوفي، الشاعر الناجح ما يحتاج لمؤثرات صوتية، لكن هذه تعطي حلاوة القصيدة، يعني بالذات يعني إذا كان الإلقاء قوي تقدر، بس تعطيني خلفية على قصيدة غزلية وتعطيني خلفية حزينة، أو قصيدة فرايحية وتعطيني خلفية حزينة، لا ما تمشي. عرفتي؟ لازم تكون متجانسة، لازم تكون راكبة مع القصيدة والقصد. عرفتي؟ وأنا مع الخلفيات هذه، إذا كانت خلفية يعني مترابطة ومتناسقة مع القصيدة ما فيها مشكلة. فأنت معها؟ نعم، معها. إذا توظفت بالطريقة الصحيحة. إذا توظفت بالطريقة الصحيحة طبعا. نعم. راكان، أبي أسألك عن العلاقة ما بين الشاعر والمنشد، شلون تشوفها وش كثر هي المفروض تكون مترابطة؟
وعلاقة أساسية، لأن لولا الشاعر ما توالد المنشد، لأن المنشد وش بيشل؟ بيشل قصائد للشاعر طبعا، فالعلاقة أساسية للمنشد. أما الشاعر بإمكانه يعد قصيدته ومن دون لا تنشل، ماني متقيد أنا بالمنشد، لكن المنشد ما راح يشل القصيدة إلا لازم ترابط مع الشاعر. صحيح. يعني بدون ما لهم كرت يعني. علاقة أساسية، ولا شك إن كل مكمل الثاني. الحين صحيح. الناس مالت على الإنشاد. صحيح كثير. الإنشاد اسحبوا البساطة شوي، إحنا سحبنا شوي البساطة من إخواننا، وإحنا صرنا مرتبطين فيهم وهم مرتبطين فينا. جاء عمرك طويل. صحيح. في شيء أنشدته من كلماتك؟ لا، الثلاث أرباع كلها من شعار، وشعار معروفين مثل اخوي فيصل، وانت شرف بعد الليله يوم تواجهنا معه. نقول ان شاء الله بيننا عمل قريب ان شاء الله. ان شاء الله عسى ربي يوفقكم. اكيد كان ودنا نسمع منك شيء. الحقيقه ببدا بابيات دامنا في قناه الراي وفي برنامج مسائي. سلامي على الجمهور قدام نبدا الدور، اقوله وانا مسرور يمتابع قناه الراي. سلام يعم الناس ويترجم الإحساس، مع نسمة النسناس يمتابع قناة الراية. بعد جاءت دعوتكم نجي من معزتكم، والإبداع عادتكم يمتابع قناة الراي. هنا منبر الإبداع قالوا هب الإجماع، هنا فكر واستمتاع يمتابع قناة الراي. يا فيصل تجمعنا وجال الشعر معنا، ونرضي متابعنا يمتابع قناة الراي. هنا يا كويت العز حتى الشعر يعجز، وهذا هو الموجز يمتابع قناة الراي. يا جمهوري الغالين جديدي يجيب الحين، بالصوت والتلحين يمتابع قناة الراي. وسلامتكم. صح لسانك. هذه لازم نخليها برومو البرنامج. جعل عمرك طويل، شرفنا. وخوي فيصل شرف، وحنا هذه أبيات بسيطة وأنتم مقامكم أعلى منها. تسلم ما تقصر. فيصل، إذا بتكلم أكثر عن الدوتو في مجال الشعر، هل تحس أن هذا الأمر ينجح القصيدة نفسها؟ دوتو شاعر ومنشد. شاعر ومنشد، أو شاعر وشاعر مثلا يكملون القصيدة؟ إيه. لا، ما أعتقد شاعر وشاعر صعبة يعني. ما راح يستفيدوا، هذا عنده شعر وهذا عنده شعر يعني، فممكن يتضارب. أي ما عندهم مشكلة، عرفتي؟ فأنا أسوي دوتو مع شاعر يعني يمكن عادي، أو في شاعر أقوى مني يسوي معي، هذه فيها ظلم للشاعر نفسه. لكن مع منشد ما عندك مشكلة يعني، المنشد. ودائما يعني أقول الدوتو مع بين المنشد والشاعر سلاح ذو حدين. شلون؟ تعطي مثلا أنت عندك قصيدة، وقصيدتك أنت يعني لا عليها يعني آراء، وفي ناس يعني أشادوا فيها، فتعطيها منشد، تعطيها منشد يعني ما شاء الله منشد، لا بس يظلمها باللحن، انظلمة، ماتت القصيدة. صح. وفي قصائد من شعراء عاديين يعني قصيدة يعني عليها نقد من جميع الجهات، ويعطيها منشد، سواء منشد معروف أو غير معروف، ضرب اللحن، مشت متابعينها بالملايين. صحيح. والشاعر عادي، وهذا اللي حاصل الحين في بعض القصائد الحين موجودة الحين بالساحة، شيلات المنشد غير معروف والشاعر غير معروف، والقصيدة ما شاء الله في كل مناسبة، في كل مناسبة. والله العظيم هذا اللي صاير يعني. هو. والعكس صحيح يعني، قصيدة جزلة منشد هل معروف. هذا الأمر في ظلم للشعراء الآخرين، ولا هي خلينا نقول ضربة حظ؟ لا، ضربة حظ. أي. حظوظ والله، هذا يعني الشيء هذا يعني أقول لك حظ سبحان الله. شاعر عادي مع منشد عادي يقدر يتفوق على شاعر له باع بالساحة ومعروف له جمهور، ومع منشد ما شاء الله يعني اسمه في كل أرجاء المعمورة، ويطلع له شاعر توه يعني شاعر ما صار له بالساحة سنة أو سنة ونص، مع منشد هذه ثاني شيلة له، ويضربون متابعينهم، يضربون هذا وتاريخه الشاعر والمنشد يضربونهم. وهذا اللي حاصل الحين في، بس انا ما ابي اذكر شيلات الحين يعني. يعني انا احترم هذول واقول ما شاء الله نجحت ولا اقدر، بس ما ابي اذكر اسامي الشيلات ولا
عرفت الشعراء أنا اللي كاتبينه، مع أنه شاعر عادي بس عرفته من شيلته اللي ما شاء الله حتى في أوروبا حاطينها بأوروبا بالشازية حاطين شيلاتهم، أقسم بيت الله هذا اللي حاصل. صحيح. هم شعراء ما لهم لا حضور ولا 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 هم يحزنون. احنا راح نتكلم اكيد عن الشيلات خدمت للشعر. هذا دليل انه شوفي قلت الشاعر ما هو معروف صح وطلعت بالشله، شوف بينت ان الشلات صارت يعني لا اقول لك هذا ضرب المنشد المعروف وضرب الشاعر المعروف، حتى المنشد المعروف ضربه، يعني الشله هي اللي وصلتها للجمهور. حظ على اللحن توفيق. هي تضرب هي تضرب على حسب يعني الجمهور الحين متعطش الشيلات، شيء جديد دخل على الساحة أو أنه كان موجود يعني منذ زمن لكن حاليا صار لها شعبية أكثر، فهي مثل ما قلت هي ضربة حظ. وإحنا أكيد بنتكلم على موضوع الشيلات أكثر، لكن فيصل عندي إضافة بسيطة بس. زين ما تبي تسمعنا قصيد؟ أبسمعك. لا أقول لك إذا شفتي طفل يردد شيلة تراها ناجحة. إي طبعا نجاح، انا اشوف نجاح الشيلات من الاطفال الصغار. صح الاطفال الصغار اذا قاموا يردوا شيلات بالمدارس وهذه هذه ناجحه خلاص يعني. صحيح. ما دام انت وصلتها، الواحد مو عارف شيء يعني حتى ما دخل المدرسه بالروضه وحافظ الشيله، هني النجاح. انا احس عندك تحفظ شوي على الشيلات. لا بالعكس، انا 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 قصايدي اغلب قصايدي عند منشدين. بالعكس انا اقول المنشد ينجح قصيدتك. صحيح ينجح. إنزين خلنا نسمع منك قصيدة الحين. عندي قصيدة جديدة يعني أنا كاتبها ما صار لها قبل 3 أيام، ما نشرتها ولا يعني أول مرة حطها في البرنامج هنا. يقول الغامض اكشف عن خفاياك وتعال، ما بيني وبينك دفاع ولا هجوم، عبر عن شعورك وجاوب للسؤال، ما دامك الدايم وتبغاها تدوم، هو فيها أحد وصلك معلومة وقال إني تكلمت بغيابك للعموم، ترى مكانك بالخفوق ولا يزال، ما فيه لا ظالم ما فيه لا ظالم ولا عندي ظلوم، ترى مكانك بالخفوق ولا يزال، ما فيه لا ظالم ما فيه لا ظالم ولا عندي ظلوم، يعشقك وانت الحقيقة والخيال، واجلس على ذكرك من الذكرى واجلس على ذكرك من الفرحة، وقوم أتخيلك عندي جنوب ومن شمال، وأعطي على الذكرى من الذكرى رسوم، حديت لي للمستحيلة والمحال، وأنا على أسرارك مع الماضي كتوم، شلتك تحت رمشي ورمشي لك ظلال، كني كسبتك من وراء طرق الخشوم، شلتك تحت رمشي ورمشي لك ظلال، كني كسبتك من وراء طرق الخشوم، على عيون الناس لو فيها جدال ما كنت أفكر في العوايد والسلوم، مستبعد الفرقة على كل احتمال، لأن الفراق أحيان ما يقضي لزوم، من واقع الخبرة ومن سود الليال، قدرت أفسرها على كثرة الحلوم، خابرك أنا كامل ولله الكمال، لكن عليك علوم وعلومك علوم، كف العتب واللوم والشك وتعال، وشو له غيابك تعال ولا تلوم، سلامتكم. صح لسانك. صح لسانك. احنا مستمرين في الحوار معاكم اكيد، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين مع ضيوفنا في الاستديو، الشاعر فيصل العتيبي والمنشد راكان القحطاني. استمتعنا أكيد في بعض القصائد اللي تم إلقائها وفي الحوار معكم في الفقرة اللي طافت، لكن الحين بنركز على موضوع آخر وهو مدى اهتمام الإعلام بشكل عام، الإعلام المحلي أو الإعلام الخليجي في الشعراء تحديدا، هل هم فعلا وسيلة متواجدة لأن ينجم الشاعر فيها والمنشد فيها فيصل؟ شوف أنا أتكلم عن الإعلام بشكل عام، عندنا بالكويت كان عندنا ساحة، أتكلم عن مجالنا اللي هو الشعر، كان عندنا ساحة شعبية متفوقة مو بالخليج يمكن عربيا. نعم. وأكبر دليل مهرجان هلا فبراير. صح. كان مهرجان هلا فبراير، أنا حضرت سنوات في هلا فبراير، كان الحضور يعني القاعة كانت فل قبل لا تبدأ الأمسية ب3 ساعات. كان أذكرها اللي هي سنة 99 2000 2001 2003. لكن احنا عندنا مشكلتنا من الدعم. ما في دعم. لو في دعم
ثبتت مهرجاناتنا على ما هي عليه. انسحب البساط من الساحة الكويتية للساحة الخليجية الحين. احنا في برامج كذا يعني برنامج شاعر المليون، برنامج الجنادرية او مهرجان الجنادرية، مسابقات على مستوى عالي. ليش؟ فيها دعم، فيها مادة. اي مكان او مهرجان فيه دعم مادي، انا ما اتكلم عن المعنوي، المعنوية شعراء الكويت ما شاء الله لا يعلى عليها، الكلام على المادة. صحيح. اذا في دعم مادي اي مهرجان ينجح. فهذا اللي اتكلم عنه انا، وهي طبعا غصة بالحلج، يعني احنا ما نبي ساحتنا هالشكل تنزل لأقل مستوى. نزلت ساحتنا للأسف الحين، يعني قبل كنا نقول يعني تحتضر، لا الحين ماتت كلمة ماتت. كبيرة هذه فيصل. لا انا اتكلم وانا انا واثق الحين ما في مهرجانات عندنا. اعطيني مهرجان شعري ينافس المهرجانات اللي برا، ما في. هذا راك ما في. عندنا كان في على فبراير امسيات، على فبراير وتوقفت مهرجان هلا فبراير الاخير هني، بس بيلحقون على شيء باقي من الروح، خلاص كلينيكيا باي باي. راكان شنو السبب انه توقف هالنوع من المهرجانات؟ يعني مهرجان هلا فبراير احنا قاعد نتكلم عنه في السابق، هو فعلا من اقوى المهرجانات الشعريه خاصه في هذا الموسم. وجهه نظرك حول هذا الموضوع؟ ما اخوي فيصل الدعم، ما في دعم، يعني اللي بيمسك المهرجان راح يمسك تبني. يقولك انا متبني، فلما يكلم الشاعر او يكلم المنشد يقول انا ابيك وقفه، ابيك تشارك وقفه، معارف فزعه، معارف فزعه بالعربي. ايش اسوي بالفزعه؟ صح. فالناس خلاص ملت من سالفه الفزعه. قلنا لهم الشيء هذا، قلنا لهم، قلنا يا جماعه، قال انت شاعر وطني، انت هذا وطنك مهرجانه. قلت اوكي، انت تعتبر الشاعر وطني ومهرجان، هذا لا تعطي الشيء. الفنان اللي بالوطن لا تعطيه المبالغ الطائله، هذا بعد فنان كويتي وطني، قل له تعال انت مجاني. صح ولا لا؟ يعني يجب ان تتساوى الكفة. اي لا، مثل ما تعطي المغني تعطي الشاعر. تجيب لي فنان وكويتي وبالمهرجان وتعطيه بالالاف وتقول لي لا انت الشاعر خلك وطني، هذا الفنان لا بحقه. لا ما يصير، خليه يمشي هذا الفنان وبالمسرح ويجي مجاني، انا اجي مجاني. لكن هذا تدفع له مبالغ طائلة والشاعر تقول لازم تمثل ديرتك خير تمثيل، ديرتي على عيني وراسي ومثلها، ما هذه ما فيها منا طبعا، وراح نكتف الوطن لين نموت طبعا. لكن في دعم. صح. الناس لازم تحتاج دعم، لان الدعم المادي يرفع من المعنويه طبعا، يعني يخلي الشاعر يستمر. حتى المشكله الضيف اللي انت راح تجيبه من برا، الشخص اللي تبنى المهرجان هذا يقول انا اجيب تذاكرهم على حسابي، انا متبرع للدوله على حسابي، فهو قام يجيب يعني على حساب هذا يصير. فالضيف فاللي ماسك المهرجان شو يقول؟ يقول انا قاعد اجيبهم، الرجال جاي مجاني، انا جبت التذاكر وجبت السكن لهم. بالمثل هو لو استدعينا في اي مهرجان خليجي التذاكر جاتك والدعم جاك قبل لا تجي، يعني قبل لا تشارك باسبوعين ثلاث اسابيع جايك في حسابك. هذا اللي صاير. فيقول انت ما تصفط لي، انت تدعيني تبي اجي مجاني، وانا جاي عندي مهرجان صفط لك بدعم. صح. فقمنا حتى احنا نستحي، نقول خلاص انا راح نجيك مجاني مجبر، لاني انا بالمثل انا راح اناديك في مهرجان دوله طبعا. فكل ما هذا قالوا الجانب الوطني، الجانب الوطني موجود طبعًا. موجود الجانب الوطني. صح. لكن بعد انت قدرني حتى بالضيف اللي جايني من برا، اكرم الضيف اللي جبت، اكرمت الضيف اللي جاي من برا، مكرمني انا. صح، كانك مكرمني، لان هذا دعوه باسم الوطن مو باسمي. طبعا طبعا، يعني ما يصير احنا نقعد نحط الوطنيه هي شماعه نقعد احنا يعني نعول عليها علشان نقول ان احنا بنسوي مهرجان شعري. لا، يعني احنا فعلا قاعدين نتحسف على الايام اللي كان فيها مهرجان هلا فبراير من اقوى المهرجانات الشعريه. وفعلا استاذ فيصل نذكر ذيك الايام لما كانت القاعه مليانه والناس واقفين ليه برا علشان يحضرون. صح. صحيح. الحين وين الناس؟ حتى الناس ما قامت تحضر، صار في ملل، صار يعني لمتى وانا على الحاله اشارك معاك واجيب جمهور ولا في ماده ولا في شيء؟ هو مهرجان واحد عندنا شعريه، مهرجان واحد. صح. فتخليه يروح. يعني شعراء الخليج كلهم يثنون على المهرجان هذا، كلهم طبعًا. يقولون انطلاقتنا من ساحه الكويت. صح. كان البساط عند ساحه الكويت، كان مهرجانها في فبراير، الشعراء الكبار من دون ذكر اسماء كلهم يثنون على الكويت، لا كبيرهم ولا صغيرهم. صح. الحين البساط انسحب للاسف، صار يعني المهرجان في فبراير خلاص طفت. يعني انا اذكر قصه، يعني انا كنت في الاعلام في الصحافه، كنت داير في الصحافه، يعني انا عضو جمعيه الصحفيين الكويتيه واستمريت فتره بالجمعيه، وكنت الصحافه عارف دهاليز الصحافه. نعم. في واحد من الشعراء، قصه انا اعرف القصه هذه، في واحد من الشعراء في هلا فبراير
2003 نعم حاول انه يشارك بواسطات الدنيا ما فيه واسطه ما حركها يعني الفايف ستار هذيلا كلمهم على اساس يشارك انزين طبعا ما قدر يشارك لان كان هلا فبراير اي شاعر يحلم فيه من الخليج كله انه يشارك بس يبي مسرح هلا فبراير بس يقول انا انجح اذا وصلت الولد ما شاء الله صار شاعر معروف الحين وصل مواصيل قبل سنتين او ثلاث سنوات استدعوه على اساس يشارك في هلا فبراير رفض اوف شوف لان انا ما الومه الصراحه رفض انه يشارك قال ما يفيدني بشيء ما يفيد بشيء ايه حاليا ما يفيد بشيء يعني ايه ما يفيدني انا استحي اني اجي مسرح والقى طابورين بس قدام وكلهم ربعك وعيال عمك واخوانك وعيال خالتك وعيال عمه خاله جدتك والسوالف هذه بس جاي مجمعهم شو يسوي؟ يبي هو يبي جمهور باي طريقه طبعا والقاعة فاضية فاضية أنا جيت حضرت ما في أحد وشعراء معروفين للأسف للأسف صحيح الواحد فعلا يعني شيء حزب الخاطر على الأمر هذا يعني في مهرجان هلا فبراير 2016 أي اللي شاركنا فيه 2016 دخلوا مجال الشيلات في مهرجان وكان في صالة التزلج نعم للأمانة يعني قالوا الأمسية راح تبدأ الساعة 8 حلو الأمسية الأولى من 8 إلى 9 والأمسية الثانية من 9 إلى 10 ممتاز الجمهور افتح البوابة الساعة 5 إلا ربع طيب للجمهور إيه فتفاجأنا يوم جاء الساعة 6 وربع سكروا البوابة السبب كانت والله القاعة انتهت صح هذا 2006 قبل 4 سنوات هي الأمسية الوحيدة علشان دخلوا فيها منشدين قالوا سكرنا الباب الساعة 6 وربع يعني اللي بيجي بيحضر الأمسية حط في باله الساعة 8 بتبدأ صح أنا راح أجي 7 يعتبر مبكر ساعة صح لأن عندي صلاة عشاء بعضهم يقول لا دخلت القاعة ما راح أقدر أصلي فأبجي على بعد الصلاة تفاجئوا الناس 6 وربع سكرة السبب قال والله بنستدعي قوات خاصة ليش؟ قال والله زحمة القاعة داخل فل اللي برا الجمهور أكثر من اللي داخل إيه وخلونا نبلش الساعة 7 وربع بتشروا 7 وربع بلشنا نقول الساعة 8 احنا ما جهزنا قال والله 7 وربع سبحان الله يعني هذيك الأمسية ضربت ومع ذلك متى عرضت؟ متى؟ يعني هذا كان تصويره 30/1 يعني في وقت مهرجان فبراير عدل تعرض ليها في شهر 5 شو الفائدة منها؟ ولا ليش انت تعرض لها في شهر 5؟ بعد 4 شهور يعني هذا تعمد هل انك يعني تبي تفشل الأمسية؟ دام الأمسية نجحت صح ليش ما تعرضها في وقتها؟ ضغط برامج ليش انت؟ ضغط برامج قال والله ضغط برامج ولقاء صورناه بعد ما خلصنا الأمسية الساعة 12:30 وبث مباشر. إيه. شلون شو اللقاء؟ من اللي بيتابع التلفزيون الساعة 12:30؟ ويوم ماكو تنسيق. أحد. وقت دوامات. بكرة اثنين دوامات ما حد يم التلفزيون. شلون تعرضني الساعة 12:30؟ ماكو ما في تنسيق. صح. يعني للأسف إن إحنا عندنا طاقات وخامات شعرية جميلة وجبارة والكل يشهد عليها. يعني اللي قاعد يطلع من شعراء كويتيين خلينا نقول محلياً وخليجياً هم شعراء كبار وفعلاً أنت حسف على. مهرجان مثل مهرجان هلا فبراير ما يكون فيه هذا النوع من التنسيق وهذا النوع من التقدير لشعرانا احنا وصلنا الى الختام لكن اكيد ما راح نختمها قبل ما نسمع منك راكان وقبل ما نسمع منك فيصل نبتدي معك راكان بنعطيكم غزليه وهي شله معروفه انا شليتها طبعا كان مشاهداتها اتوقع حاليا 18 مليون ما شاء الله فنبي نجيبها على اللايف المره هذه الحب نارات للضوب والبعد والطاني الجمرة والبعد والطاني الجمرة مهموم ومفارق أحبابي والشوق عشرة على عشرة والشوق عشرة على عشرة يعني تراني على عصابي وزدتها هلة العبرة وزدتها هلة العبرة يكفيني صدود وغيابي تعال سلهم لي بنظرة تعال سلهم لي بنظرة يذوقي وذر وتعجابي القلب سلمت لك أمره القلب سلمت لك أمره الروح تهدي لك عتابي ومشاعري كلها تشره ومشاعري كلها تشره
وصايفك لأهل الباب في معجم الوصف محتكره في معجم الوصف محتكره والجسم فتنه وجذابي كفين تجمع على خصره كفين تجمع على خصره ما بين حمراء وعنابي يشبه ما دقت الحمره يشبه ما دقت الحمره نعيش خلان وغرابي هذي ترى ما هي بعشره هذي ترى ما هي بعشره احسب لميعادك حسابي يا صاحبي شف لنا دبره يا صاحبي شف لنا دبره وسلامتكم. صاحب دنك فيصل تفضل شنو حاب تسمعنا؟ تغيب وانساك وارجع واذكر غيابك وتعود بعد الغياب تبعثر اوراقي انا دخيل العيون السود وهدابك الحق على اللي بقى لو ما معي باقي يا ليت ما صاب قلبي يلغى اصابك وتحس باللي تمكن داخل اعماقي احترت والحيره اللي جات بسبابك همك على القرب ولا همك فراقي كنك من الرزق يا والحظ اللي جابك وخاف حظي يعود ويقطع ارزاق يا الشعر يا سيد الخلان غنابك يا ملهم الشعر عندك صادق اشواقي يكفيني اكتب واصير بصفحه كتابك دام المشاعر على طريق تنساقي والله احبك واحبك واحسب حسابك اني احبك واحبك دون عشاقي جبتك غرامي وجبني سيد احبابك عطني حضورك حبيبي وترك الباقي. كل الشكر لك الشاعر فيصل العتيبي والمنشد راكان القحطاني على تواجدكم معنا اليوم، مشكورين ما قصرتوا. الله يسلمك. وحنا في نقطة لازم أوضحها اللي هي احنا ما يوم تكلمنا عن المهرجانات والدعم هذا والله ما هو انتقام منهم ولا شيء، لكن مثل ما قلت لك يعني شيء يحز في الخاطر. أكيد طبعا. احنا نزلنا قلت لك يعني ما قلت لك نزلنا مستوى، قلت لك الساحة الكويتية ماتت. وانا اعيدها مره ثانيه تقولين هذا كلام خطير، انا اقولها الحين ما في ساحه عندنا خلاص احنا على بلاطه. انت ما غلط يا فيصل وقلت كلمه الحق، وكلمه الحق لازم تنقال يعني الواحد تعتبر وجهه نظري انا اللي اشوفها، انا اللي اشوفه بعيني ان ما في ساحه عندنا. طبعا ومثل ما قلنا كلمه الحق لازم تنقال والساحه الشعريه لازم ان يتم انقاذها وان شاء الله يكون فيها شويه امل ان هي ترد تنتعش. ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله ترجع، نبي لها حياه من جديد عادي ترجع إن شاء الله. اذا في ناس يحيونها عادي ان شاء الله، اكيد بوجودكم وبوجود الشعراء الاخرين اكيد ان شاء الله بترد والمسؤولين فيهم بركه تحيه ان شاء الله. مشكورين ما قصرتوا على تواجدكم معنا. الله يسلمكم. مشاهدينا احنا مستمرين معكم لكن من بعد هذا الفاصل.